زين مش حكيو في الموضوع. برضه لا معانا ايضا بالتليفون مختار دبوس، حبيناه يكون موجود معانا، هوني هوني. حبيناه يكون موجود معانا في البلاتو، لكن عنده التزامات مهنيه ما خلتوش يكون موجود. امين فرحت بيه تحسك، هو مختار صديقي. خليته يسمع في الحوار الكل. مختار اهلا بيك ساعه. مختار موجود معانا ولا باهي؟ في انتظار نعود نتحصل مره اخرى على مختار. مختار معنا؟ معك سلام. معك سلام. باهي، حبيتك تسمع الكلام والنقاش الكل اللي صار. حبيت ناخو ايضا تعليق من عندك، وناخو ايضا في نفس الوقت موقفك من اللي صار البارح تقريبا. مفاجأة كانت ولا مش مفاجأة برشا؟ انت اللي عطاها، خلي لك انت التقييم. والله سلام، انت تعرف اول ما بدا شدني جيجويني وكنت معك في اكسبريس اف ام، وقلت لك حتى شيء ما هو باش يتبدل، واضحين معناها قلت اللي راي ما تبدل حاجة في التحكيم كان ما تتوفر الإمكانيات وما تتوفر الفلوس والحكم ما ينجم يعيش كان كي تخلصه، قلتها. لكن أنا قبل ما نمشي لغاديكا وكلامي كان صحيح، ما رجاء سلام كي نقول لك حاجة القدام في دومين التحكيم راه لازمك معناها تصدقني. حاضر خاطر تدل. بالنسبة لأمين بركلة، أنا ما جيتش راهو التزام مهني، وأمين بركلة حبيت إسلام يرضي السيد عز الدين بركلة اللي هو والده، وقال له راني ما نرضاش عليك مازال بلاتو تقف مقابل مختار دبوس هكا قدامك ينجم قدامك. أنا احترام لصاحبي وعشيري أمين، ما جيتش ما حضرتش، أما كنت أتمنى اليوم بالذات موجود في البلاتو. علاش؟ على خاطر أنا كمحامي ديما نحكي من الشكل، من ناحية الشكلية قبل ما نحكيه على الأصل. من ناحية الشكلية ما يصير في تأمين بركلة باش يحكي باسم الحكام. أمين بركلة خدم تسمى وبعد تم استبعاده وعمل لي دين وساقين ورجع توا غير مسمى. أمين خليني نكمل حديثي للأخر وبعد جاوب. غير مسمى معناه أنا وزيدي أمين بركلة خرج توا في 7 ولا 8 بلاتوات اللي ذكروا اسم ناجي جويني واللي ذكر اسم المشرف العام أكثر من الحكام. نرجع ونسميه لك قش مرة ذكروا معناها توا تعرفش يمين علاش على اعصابه اسلام؟ خاطر عنده مهمه مكلف بها من طرف ناجي لتلميع صورته. ناجي جويني جاء في وقت معين، ناكد لك الكل اللي خدموا مع ناجي جويني ما يعرفوش ناجي جويني وما يعرفوش مخ ناجي جويني، ومن بركله يزعم انه تقرب من ناجي جويني، وناجي جويني راهو ما ينجم يفهم مخه حتى حد بالتاريخ وبصحابه القدم. ناجي جويني ناكد لك وتو يجي ليامات اذا كان نتوقع الله اعلم اللي ناجي القى موقع اخر ولا منصب اخر ولا باش يرجع لقطر ولا فيفا ولا كاف. انا قلت باش يقاوم باش يقعد 3 4 سنين مش مشكل. انا نقول لك في بلاصه ناجي نزيد نظره على الحكام، هذا مرفق عمومي راهو فما بطوله وفما جمعيات تعمل. مش معناها انت تجي في درج وتقرر الاستقاله والجمعيات اللي تحضر عندك. خليني نكمل لك. لا ما تكمليش لهنا باش نوقفك انا مختار باش نجاوبوا. باش نعطيك تجاوب. الاسبوع الماضي ظهر لي مش ما عندناش برشا، كنا نحكيو في الموضوع هذايا وجبت نفس الكلمه انت لهنا وقلت لك بالمستوى الضعيف اللي شفناه الحكام معناها في الفتره الاخيره شنو نجم يعمل اللي داره في فتره قصيره. قلت لي يستقيل. هاو استقال وبالظروف هذه لحظة وبعد جاوبني. هاو استقال سيدي، اليوم تجي تقول لي كيفاش يستقيل؟ ما نحبكش متناقص زاد مختار. انا يا اسلام انا متناقص، راني شفت انا شفتكم تقبل ضد وديع الجاري، نتمنى وديع الجاري يرجع. هذيك يا مخي ما تنجمش تحاسبني زاد على كلامي. معناها ما عندكش موقف وما عندكش ثواب. انا ماني خسرت. تميحي مع الريح. انت عملت لي انترفيو تعرف اللي ما عنديش الميح مع الريح. انا بالنسبه لي انا ناجي جويني ليس الرجل المناسب في المكان المناسب دون امكانيات. يحسب لي بعض الحاجات اللي صارت اللي كونه ديما تحكيوا على سماسره ودرا شنو وتجبدوا في العابد يجبدوا تحكيوا على عبد الكريم العابدي دي شنو برس امك انت عبد الكريم العابدي عبد موجود اذكروا عندك شجاعه يا برك الله اذكر مثال شاني ذكرت وين كبرتني ما دخل عبد الكريم العابدي شنو شبيه 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 مختار عبد الكريم العابدي هما تو شفتهم الكل هالسماسره ويحكيوا على يدير وصاحب يدير يذكروا من البارح امين برك الله ما جاتوش الشجاعه باش يذكر يقول عبد الكريم العابدي. عبد الكريم العابدي هو سبب تدهور وسبب اللي الحكام ما خلصوش وسبب اللي كون كورتنا منعطه وبيناتي في تطاوين عبد الكريم العابدي وغيره. ما فهمتش امين برك الله امين برك الله هما كلهم يقصدوا في عبد الكريم العابدي. انا ناكد لك امين بركلة يلمع في صوره
المشرف العام. بلي ما تطيرش ليش كلمه وتمشي. ايش دخل عبد كريم العابدي في الموضوع؟ هما انا اعطيتك انا مو انت بكريك يا سلام. تقول لهم سميوا لي صحفيين وسميوا لي سماسره وسميوا لي هما راهو يقصدوا في شخص واحد عبد كريم العابدي. لا مو صحيح. لا مو صحيح. لا تقصد في هذاك برك الله وانت تعرف. لا يزيد يجيك بلا شعبويه. امين مختار. امين خليك كمل. لازم نجاوبوا. اي باش نعطيك تجاوب. قاعد يحكي لي برشا كلام متعبرش. باش نعطيك تجاوب. يحب يلوز على البارتاج. يلوز على النمبر فيو. امين تسلم على اللايك. امين من فضلك من فضلك خليه يكمل وبعد نعطيك تجاوب. نجم نتفاعلوا زاد. لا تفاعلوا. لا مختلف قاعد يقول فيه. كمل تفاعل. انا مانيش نلوز راني لاني جاي نلوز على البارتاج ولاني نلوز على الجدار ولاني نلوز على شيء. كمل امين على مختار. نختم معاك. نختم معاك. انا راني يا سلام راهو لا يحق لامير بركلة باش يجاوبني لا صفة له. لا لا يحق يحق له يجاوب. لا 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 صفة له شكلا. انا نحكي لك من الناحية القانونية لا شكلا. ويجاني في بلاتو نتحداك. مختار كمل كمل عشوائي. ويجاني في بلاتو. كمل عشوائي. انا لا صفة لامير بركلة باش يجاوبني. لامير كمل تخلينا سيبوه. طردوه من الدهنة. عمل لي دين وساقين ورجع ولاجي جويني قالوا اقعد مانيش نسميك اما هاك تحرك. واضح هذا اللي صار. انا بالنسبة لي انا الكورة ماش تقف على ناجي جويني. فما رجال في التحكيم ينجموا يشدوا منهم امين بركلة راهو امين بركلة من احد الرجالات ويوسف السرايلي وغيره. انا بالنسبه لي انا والله ما حاسس بشهادتك يا مختار. قاعد تميع في القضيه. اسمعني انا بالنسبه لي انا قاعدين في القهوه. كمل سلام سلام. ماكس قاعد تحترم في المستمعين. يا مختار ارتقي شويه باسلوبك. نكمل لك اسمعني انا راني نحكي ديريكت ما نعملش الخطاب نتاعك باللغه العربيه باش لعبات. عابد قاعد يحكي لك على ناجي جويني استقال وانت تحكي له على نكسه كوب دافريك. معناها قاعد الحقيقه برك الله ماكش تقنع في اللعبات. مش مشكل مانيش في مناظره سياسيه. ماكش تقنع ماكش تقنع. ما عنديش انتخابات. برا للحكام برا للحكام. انت ترانسفور ما لقيتوش حل بتصلحوا باش لعبات تترنى بالضوء. انت بيدك خذيتها ونشارج. وصلت تعليقك مختار يعطيك الصحه واضحه. باهي امين تفضل. اول شيء قالها الاستاذ انه الاداره الوطنيه للتحكيم هي مرفق عمومي. هذه الاستقالة لا توقف المرفق العمومي ونحن ملتزمون كإدارة وطنية للتحكيم وبتعليمات وتوصيات من السيد المشرف العام ناجي زويني. ليبدو أنه شخص ناجي زويني مقلق برشا ناس كشخص وطبعا نرجعوا له هذا أنه التعيينات ما لم يتم تعيين هيئة جديدة أو إدارة جديدة ستتواصل. باش تكملوا تخدموا بيانسير باش نمدوا التعيينات. لا عندك تصريف أعمال إلى حين التعيينات ستتواصل. أوكي. مقابلات الودية متاع غدوة ليكيب ناسيونال اوفان والكلوب افريكان باش نعينوا لها حكم ونمدوها للسيد الكاتب العام. هما ما يمشيوش. هما حرار ولا هم كامل الصلاحيات ولا هم بوصلة. ومانيش باش ندخل فيه المجال هذا. وانا ما دخلتش وما تواصلتش ونعرف فما رجال بالك شفوش توجيه من هنا الغدوة ان شاء الله. فما حاجة اخرى إن شاء الله. تعيينات الرابطة الثانية اذا ما تم استعيين فريق بس تتواصل ومخدومة التعيينات وسنمد بها السيد الكاتب العام وسي محمد بن حسان اتصل بسي وزدي وقالوا راه التعيينات بس نوفروها لكم. احنا ما نلعبوش. المرفق العام والسياق العام والامن العام وهالكلام الكل مش معانا احنا. واضح. مش معانا احنا. وتحبوا نعملوا ديباتا ونعملوه ديبات. الكلام هذا مش معانا احنا. واضح. لا حد بس يعلمنا الوطنية ولا حد عنده ميزان نقيسوا به الوطنية. بالنسبة للمهمة اللي زيد من أجلها كما قال الأستاذ اللي هو تلميع تصوير ناجي زويني. ناجي زويني لا يستحق لأمين بركلة بسي لما صورته ولا غير أمين بركلة. ماضيه وكاريره وسمعته وإنجازاته في قطاع التحكيم كحكم وكمسؤول في دولة قطر تكفي للإجابة. نترفع عن هذا. أمين بركلة لا صفة له. أمين بركلة له صفة. صفة أنه كان منسق عام إدارة التحكيم بمحضر جلسة من منطلقة الصلاحيات التي كانت موكولة لسيد المشرف العام في الفصل 3 من الاتفاقية المبرمة بينه وبين المكتب الجامعي كمؤسسة. نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم. مسجل هذا في محضر جلسة. وحتى كان عندي صفة. هاو مثال شو واحد من الولاد وليد الهذي يشهد ويقول أمين بركلة كان يخدم ولا ما كان سيخدم. كان يستهد ولا ما كان سيستهد مع الحكم. ما هيش مشكلة تس عملت وسما عملتش. المشكلة ما هيش ناجي زويني. ما هيش أمين بركلة. المشكلة مشروع تحكيم ضد السماسرة وضد المتآمرين على قطاع التحكيم واللي يحبوا يرجعوا للنقطة صفر. قال لك تقصد في السيد عبد الكريم العابدي. مش تقصد فيه هو. ما نقصد في حتى حد. أنا نقصد في المجموعة لأنه عبد الكريم العابدي إذا كان هو يعرفه سمسار أنا عمره لا تعامل معاه بسمسار. إذا هو تعامل معاه وسمسار معاه هذيك مسألة تهمهم. هو يوضح مش أنا نوضح.
انا عمري ما تعاملت معاه نزل الناس الكل والكلام على مسؤوليته انا بيدي هو يتحمل مسؤوليته سيبني فيه اما اليوم الناس تبحث عن المعلومه راه معناتها سمسره يا اسلام اليوم التعيينات كنقولوا راه سمسره اليوم التعيينات بتاعنا تصير نهار الخميس العشيه تخرج تصير سته كملناها تريتيناها تصير البارتاز نتاعها السته نتاع الثمانيه نتاع العشيه ما تهمكمش هو بالسمسره لا حبيت نقول لك احنا سكرنا على الناس حتى المعلومه خاطر يصير اليوم فما ناس متقلقه حتى في ديفيزيون انفيريور ناس عايشة في منا ومنا كانوا يعرفوا ديزينياسيون يحبوا ليه باش يعطي المعلومة كانوا يحطوا ديزينياسيون مش يعرفوا يحطوا واش كانوا يعملوا انا عينت مهدي نعطي المعلومة لوليد وليد يمشي خرجها رئيس الجمعية هاو عيننا مهدي يسمصر بها هاو عندي نفوذ هذا المقصود من السماس احنا هذوما سكرنا عليه ولمسوه الحكام هاو اول يد قدامي ولمسوه باي واضحة فقط نختم مع مهدي عنده الكلام اللي قالوا الكلام اللي قالوا انا نتمنى حاجة بركة باش يخرج مهدي مش انا نتمنى حاجة بركة مختار دبوس يكف عن الشعبوية نتاعو ويكف على البحث عن البوز وراهو اسلوبه ارقى من هذا هو انسان يحب ديما اسمه يدور وانا نتفهم المحامين والناس اللي ما يعرفوش نتفهم المحامين انت وياه اصحاب برشا صحاب برشا لكن اللي يعمل فيه هو يحب ديما اسمه يدور على يحب يخدم الكابينين نتاعو مالكش رايو هذاك علاش رايو نجم نكون رايو معناها انا مختار ما نعرفوش ما نحس ويحكي على طبيعته هذاك اللي فما فما حس رايو قالوا ربما رايو غلط ما نتصورش متعمد انه شيء حاب يعمل بوز قالها في البلاتو قال احنا نلوزوا على البوز هو قالها مش انا قلتها عركة حكام في بعضكم ليه قالها هنا مع شو مدخلني انا هنا وين انت قاعد فقط بل ما يخرج